كون الزول يقول نادوا الله سبحانه وتعالى في الشدائد عنده براو ونادوا براو وانهموا براو وافزعوا لي براو ما تنادوا الشيوخ والاولياء والاموات ده ما نبز لأن النبز معروف يا جماعه النبز تقول فلان ده كذا 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 وتنبذ اهله والدته والده قبيلته ده النبز لكن نادوا الله ما تنادوا فلان ده نبز بياتوا لغه و أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات مش لها منه الصحابة لها بصدر رحب ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وأنا عندهم مجرد ما تجيب اسم الشيخ اتنبزته أنا خايف والله يجي يوم كان وقفت أتكلم في التوحيد لو شكرت الشيخ ذاته يقول لك ما تجيبه كان قلت ذاته الشيخ ده والله جماعة سوداني زينا وظريف وطيب يقول لك أوي أوعك تصل الجماعة لأنه مجرد ما تجيب اسم شنو التنبزته. ما بركز في الكلام ذاته يعني انت ما قلت لهم فلان ده في النار ما حكمت عليه عينا تكلمت قلت نادوا الله ما تنادوا الشيخ بيزعلوا طوال هسي انت لو مشيت مسجد قلت لهم نادوا الله ما تنادوا ابو بكر الصديق ولا كويس نادوا الله ما تنادوا عمر بن الخطاب ولا كويس نادوا الله سبحانه وتعالى ما تنادوا عثمان بن عفان يقول لك كويس نادوا الله يا جماعه ما تنادوا علي بن ابي طالب حاضر يا مولانا بصره لك ولونا يا جماعه دم الندى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اهدوا شويه تقول لهم نادوا الله ما تنادوا الامام مالكا يقول لك كويس الشافعي كويس ما تنادوا ابا حنيفه كويس الامام احمد كويس ما تنادوا البرعي في مركوب بيجيك طاير والله طوال لانه هون شنو؟ خدته في راسه انه ده نبز طوال. ولذلك يا جماعه هذا الموضوع. والله التوحيد ده ما احسن شيء واظرف شيء ذاته اذا صح التعبير. ما بحسن منه ذاته. راحه للنفوس. شو تلو لو دار ترتاح بس التوحيد ده. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدر انشراح يشرح صدره للاسلام. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء